غريبة في الشكل بليغة في المعنى، إنها خيمة القوارير. فما قصة هذه الخيمة؟ السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله. ممكن تحكي لنا احنا عن فكرة الخيمة هذه؟ بداية فكرة الخيمة، والله كنت اشتي اوصل فكرتي للعالم يعني، ومعانا في الشعب اليمني انهم بيلقطوا صحات في نظام علي عبد الله صالح الفاسد، اللي ما وصلنا الا لاحباط. حتى وانا معتقد ان الشباب بعد الثورة ان شاء الله بينجزوا المعجزات. فكنت اشتي انا اوصل هذه الفكرة للعالم يعني، في ظل هذا النظام ما اعتقدش ان اليمن حيكون الى الافضل وبيكون الى الأسوأ. فخرجت انا بدأت بهذه الفكرة، وكنت متوقع ان في ان الناس يفهموها بسرعة، بس ما فيش يعني توجيهات، ما فيش اعلام، ما فيش لحد الحين. ما اعتقدش الا انت يا اخي اللي ساعدتني والشباب اللي بينشروني في الفيسبوك. طيب من ناحية بيئية، هل تعتقد ان خيمتك هي جزء من الخيمة الصديقة للبيئة؟ اكيد اكيد، لان احنا ذا الحين ايش فكرتها كخيمة صديقة للبيئة؟ اول حاجة توفير، توفير يعني مثلا نفي القمامات، المخلفات، مخلفات البلاستيكية، مخلفات البلاستيكية بنوفرها في حاجات زي مثلا بناء او خيام او زين. في عدة افكار في اليمن بس مهضومين، وانا اعتقد ان انا ما نجي الافضل، في افضل مني وفي الاحسن. في ناس حتى عندنا ايش ترسلها من هذه الخيمة العالية؟ ترسلها لعلي عبد الله صالح عليه ان يرحل فورا او يحاكم. وشكرا جزيلا.